نتسائلوا كيفاش نجموا نحسنوا جودة ومستقبل التعليم في تونس والارتقاء بالمنظومة التربوية في بلادنا. فما لخيان في ساعتنا الأولى حكيوا على البنية التحتية، حكيوا على التوقيت متاع الدراسة بالنسبة للتلميذ، حكيوا زيد على لي ماتير، حكيوا على رؤية تكون شاملة مستقبلية بالنسبة لمنظومة التعليم في بلادنا. انتم زادت نجموا تواصلوا صوتكم في موضوع اليوم 72 328 500. نستناو الحلول متاعكم واقتراحاتكم بالنسبة الموضوع اليوم. نشوفوا اقتراح وتليفون سي محمد معنا من بن عروس. مرحبا يا سيدي. أهلا بيك بابا. بارك الله فيك يا سيدي، مرحبا. شنو لك حسك الموسيقي ممتاز جدا بصراحة. يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك. والله العظيم أنت تعاني قروعة بصراحة، لأنه قل لي استسمع أقول من أنت المفيد. بارك الله فيك يا سيدي، وذي التحية للتقنيين متاعنا الكل والمخرجين، تحية الحبيب في الخراج. هو عمل شامل وكامل والإذاعة اللي زادتنا فرحة على فرحة. يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك يا سيدي. بدون رمي ورود وسون كومبليزون، سمح لي. بارك الله فيك يا سيدي، وذي حاجة تفرحنا برشا، وذي المسؤولية متاعنا يا سيدي. تفضل سي محمد. هو 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 موضوعك مثير للجدل، وكان تحب ونحب ولا نكره، هو هو تقريبا الحدث اللي في البلاد. صحيح. نحن علاش نحن اخي مش ديما شعاراتنا المرفوعه انه ثروتنا هم صغارنا؟ صحيح. مش ديما نقولوا نحن نحيوا من 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 الحمنا ومن الفهمنا لصغارنا؟ هو الاساتذه ولا الاسره التربويه ككل، من قيمين اداريين عمل اساتذه الكلهم، ما همش عندهم صغار؟ دونك خلينا من هذا الكل كما كنت تحكي انت. أيه. انا اهم حاجه واللي المفروض نخمو فيها هي البنيه التحتيه، على خاطر انا ولد التربيه. أيه. اذا كان تجي تلقى عندك 8000 تلميذ في مدرسه اعداديه وانت عندك 30 ولا 40 ولا 30 ولا 40 قاع، هذا ما يكفيش، لانه انت عندك العدد هي بعمليه حسابيه بسيطه برشا. العدد اذا كان عندك انت 800 ولا 1000 ولا 1200 تلميذ في مدرسه اعداديه، هي والباقي في 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 في, في ليزور دو كروز، وين باش يقعدوا؟ اكيد في الشوارع. أي. اكيد يدوروا، ونحن نطرحوا في العديد من الاسئله ومعناها ونعرفوا اجاباتها. الصغير كريمون معناها باش يخرج لبرا، باش يدور لبرا، لانه في ساعه ولا ساعتين باش يقعدوا من برا. واللي ناكدوا لك سيدي الغالي انه لا تنتهي معناها مهمه القيمين او العمل في المدرسه، لا بالعكس، ولينا نجيبوا في الصغار من الشارع وندخلوا فيهم. عرفت الكر ادخل والفر. ادخل وما تقعدش في الشارع. لا يعطيك صحه، الكر والفر، معناها انت تدخل من هنا وعاود يخرج من هنا. ايه. وبالله فما زاد اهم حاجه، معناها نشكر لمحل الامنيين، نقاط الامن مهمه في المدارس الاعداديه، من سطو، من بركاجات، من فكان، من الخ 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 الخ. دونك البنيه التحتيه، القاعات مهمة. القاعات نتاع الدراسه او القاعات نتاع المراجعه اللي كانوا موجودين ينجم يكونوا حل، باش انه التلاميذ يقعدوا في الليسيات نتاعهم اللي كوليج نتاعهم. هذوكم لي سال دو تيرمانونس، معناها انا نقول مثلا اللي يسكن بعيد سوا ديزون، ماهوش يقعد مثلا اذا كان عنده ساعه ولا ساعتين باش يقعد يتنقل 7 ولا 6 كيلومتر. هاوكا منه على عين القيم او العامل او الاداري على عيني، غاديك هو قدام عينيا كل يبدا في الشارع. نبدا انا بيدي معناها خايف عليه شنو اللي باش يصير له في ساعه، ما ينجمش يعمل ديبلاسمون ولا باش يرجع للدار ويعاود يرجع. دونك يقعد في المدرسه خير. هذا المهم، لانه البنيه التحتيه كما قالوا الناس كل هو لو عمل متكامل وتضافر جهود الكل، معناها من عالميين. انت معناها والله العظيم نعاود لك المره الالف بارك الله فيك، لانك اعطيتنا الفرصه باش نجموا نتكلموا ونقولوا، لانه في نهايه الامر الاستاذ ولا الاداري ولا العامل هو ولي في نهايه الامر. اكيد اكيد عنده صغار يقرا ويهمه. خلينا من اللي قري في الخاص ولا قري في العمومي، لا انت منين خرجت من العمومي؟ أكيد. انا منين من العمومي، الاطارات ولا حتى الناس كل تقريبا قرات في العمومي وتراهن على العمومي. خلينا من الخاص. صحيح. العمومي خويا راهو بيا انا وبيك انت وبالناس الكل، نزيد نعاودها لك للمره الالف، راهو مهم برشا البنيه التحتيه، لانك اذا كنت تعمل مثلا يكون عندك 20 قاع ويوليو عندك 15 20 25 قاع 30 قاع، ديما عندك لي مويان باش تخلي الصغار في وسط المدرسه وفي وسط الليسي. وتنجم زاد حتى تكون قاع مثلا تنجم الشبابيك نتاعها مكسرين، والا الباب مكسر، والا الضوء قص، ولا اي حاجه تنجم تصير، تنجم تبدل قاع اخرى
ما تقولش الكلام ده برا وروح وراي وفات الحصه معناتها وتصيرك المعاناه عند الاستاذ. سامحني قصيت على الكلام خويا بالعسل، معناها حاجه مهمه ايش؟ لانه ورشات العمل زادت تكون تفقدت، معناها هالمسرح وهالموسيقى ورشات كدنا ما عادش نسمعوا بهم، معناها كيما المسرح كيما الرسم كيما ورشات، فما ناس عندها غرام معناها كيما السكرابل كيما تو الناس كلها ولات التليفونات، معناها الالعاب اليدويه تكون مفقوده تماما، معناها في معناتها البراتيك تفقد شويه. انا نتذكر قبل ما نعرفش كان انت زاد معناتها محمد اللي قبل نذكرك المنسج ونذكرك النبته اللي زرعناها في المكتب ونذكروا برشا حاجات معناتها عملناها ديجا. يعطيك الصحه يا حمودي، فما حاجات تكاد تكون خويا الغالي مشيت على روحها دون رجعه، نتمنى انها ترجع. انا نسكن في منطقه هوني اسمها شبده من معتمديه فوشان ولايه بن عروس. اي تحيه لهم. يعيش بارك الله فيك وما بدهم يحيوك. في المدرسة بيدا فما ورشات من نوع هذا، معناها هالنبتة وهالسكرابل والألعاب اليدوية، معناها هي بيدها ذهنية، هذا كله يشد التيران، هو بتبيعته يشد التلميذ غاديك فوز اللي باش يقعد هو البر هاك. أنا متهني عليه في وسط المدرسة والولي بيدو يكون متهني. واضح يا سيدي واضح، شكرا لك بارك الله فيك سي محمد، يعيشك بارك الله فيك على التفاصيل هذه الكل، يعيشك يا سيدي. نحيو ناسنا اللي موجودين في الشبده خليديه فوشانه الكل من ولايه بن عروس. نكملوا مع التليفونات، معنا سي نجيب مرحبا. الو السلام عليكم. بارك الله فيك، مرحبا بك سي نجيب. اهلا بويا السلام عليكم. بارك الله فيك وتحيه ليك وتحيه الناس اللي يسمعوا فينا في نابل يا سيدي. عايشك ويعايشك وبارك الله فيك على البرنامج. يعيشك يا سيدي. محمد قال البنيه التحتيه لازم ان تكون فما ظروف مهيئه للتلميذ والا الاستاذ، فما زاد الاخرين زاد حكاوا على لي ماتيير زاد لازم ينقصوا شويه، فما شكون حكى زاد على لازم فما رؤيه واضحه واستراتيجيه واضحه باش التلميذ ننهضوا بالتعليم نتاعنا. كيفاش تشوف انت الحلول؟ شنو الاقتراحات نتاعك باش ننهضوا بالتعليم؟ الحلول برشا حاجات تحصل فهمتي، كيما كنا كانوا يحكيوا الاولاد كل الجماعة كل كنا كان تحكي هذاك هو اللي مش تحكي انا حكاو هومي وكذا كل شيء، ما تبقينا فما حاجه مش حاب نحكي عليها انا على روحي يعني. فهمتي بالنسبه لي عندي ولد تو عنده جي شهرين بطلته من المكتب يقرا في الثامنه فهمتي. الغالب شويه منا وشويه منا، تو انا نخدم نهار نخدم البرة فهمتي. وعلاش انقطع الدراسة؟ ايوا لا لا تو قري فيه والامكانيات موجودة لاباس اي الحمد لله، لكن راني نحي من لحمي ونعطي فيه فهمني. وكما تعرف معناها الواحد كما قرا وانا نقريوهم فهمني اكيد، لكن يا اخي فهمتي لا ما عادش ثم اجي اقول لك العقلية تبدلت، ما تبدلش حتى شيء في الدنيا الا العقلية فهمني. وكل واحد وكيفاش، فما ناس باهين وفما ناس ما يهمكهاش فهمني. الاستاذ نهار كل يكش عليه وجد عليه تهز امه لا يهرب من المكتب، تهز امه وترجع وتقول كذا به وشو يرجع يقرا، تجي كمان القيم العام تقول له امس غبت ما عادش نقبلك درا شنو كذا، يولي يرجع يهرب يتعلم لي الدخان البر تعلم برشا حاجات مع اخرين فهمت لا هزوه ضيعوه راني واحد تو تعرف على واحد رصيت لي فهمت لا بطلت من المكتب ايش تعمل يا خويا انت. هو مبطل توا ولا رجع يقرا؟ والله مبطل هو تو عمره حكومه محسوبه 14 عام بطلته عندي تو يجي شهر يجي شهر. انت خذيتوا القرار باش انا اجيب لي مصيبه يا خويا اجيب انا نخدم بعيد فهمت ونعرف الدار وجمع البر وامه ما تخدم وعندي ما عنديش كان هو عندي خويا فهمتي يا خويا فهمتي لا تعلم لي من المشكله هذه تعرف شنو هي اي انت سامحني سي نجيب تو معناتها انت لقيت حل، الحل هو الوحيد انه معناتها تعاونوا في الانقطاع على الدراسه، هذاك هو الحل الوحيد اللي لقيته؟ الحل الوحيد تعرفش اي اوموا اوموا سي نجيب اوموا معناتها كي انت عندك معناتها حسب الظروف اللي تحكي فيها والحاجات اللي يخليوك ويمنعوك باش انه يكمل القرايه نتاعو، خمتلوش في حاجه ينجم يعملها بعد، خمتلوش في فورماسيون، خمتلوش في حاجه، شنو خممت؟ باش تاخذ القرار هذايا وحدك؟ مش خممت كلش انايا، انا المشكله تعرف شنو هي؟ سي
سي نجيب نعاود نتصلوا به خاطر الصوت ماهوش واضح، الريزو قاعد يمشي ويجي وحقيقة توجع، معناتها انه ولي معناتها يحكي انه يعاون في ولده باش ينقطع على الدراسة الأسباب نجم معناتها مازلنا ما نعرفوش، دونك نعاود نتصلوا سي نجيب شوية آخر. انتم مازال تنجموا تكلمونا على 72 328 500، خليوا لي كومنتير نتاعكم ميساجاتكم على الباج فيسبوك راديو ميت ميوزيك والباج برنامج جاكورا باي راديو ميت. اليوم نحكيو على التعليم في بلادنا، كيفاش نجموا نحسنوا ونرتقيوا بالمنظومة التربوية في بلادنا. الخيان اللي حكاو أغلب المسلمين حكاو على البنية التحتية، حكاو على توفير الإمكانيات بالنسبة للأستاذ، حكاو على التعامل زادة مع التلميذ، وحكاو زادة على أنه اللي ماتيال لازمها تنقص يا يقرأوا الصباح ولا يقرأوا العشية كما قالوا برشا خيان، زادة الأنشطة تاع البراتيك زادة ترجع زادة في المدارس. مازلنا رجعنا معكم، خليكم مع صوت جيمس بلانت ورجعينا.